أنا الطالب محمد حسام العلي، سنة خامسة من الجامعة الألمانية. إحنا 3 طلاب اشتركنا في مسابقة تميز لمشاريع التخرج 2023، والحمد لله أخذنا المركز الأول فيها. مشروعنا هو بيحكي عن، أو إحنا صممنا نظام لتدقيق وقياس الطاقة نقدر نستخدمه بالمنازل أو المصانع، أو أي حد مهتم بمعرفة قياس أو كمية استهلاك الطاقة عنده بيقدر يستخدمه، مش شرط بس المصانع. طبعاً إحنا بندرس هندسة الطاقة، فكنا حابين نجمع بين تخصصنا اللي إحنا درسناه وبين إنترنت الأشياء، عشان هسا كل إشي نقدر نستخدمه عن طريق التليفون أو اللابتوب، عن طريق الواي فاي. فكنا حابين نربط بين دراستنا وبين هذا الإشي، إنترنت الأشياء. مشروعنا طبعاً بفيد، أكيد بفيد المجتمع، لأنه عنا إحنا في الأردن رؤية 2030، وواحدة من أهداف المملكة الأردنية الهاشمية هي زيادة كفاءة الطاقة. فهذا المشروع بيساعد جميع فئات المجتمع إنهم يقللوا من استهلاك الطاقة عندهم المش مفيد اللي ممكن يضيع وإحنا مش عارفين، فبزيد من كفاءة الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام. بالعادة جهاز زي هيك مش من السهل يكون موجود بأي بيت، لأنه بالعادة هاي الأجهزة بتكون كتير غالية. إحنا عملنا جهاز رخيص وسهل يستخدم سواء بالبيت أو بالمصانع. هذا الجهاز مش بس بيقيس استهلاك الطاقة، بيقيس كمان جودة الطاقة والكهرباء، وبقدر يضيف ذكاء لأي جهاز من خلال إنه نقدر نتحكم بالإضاءة أو بالمضخات أو التكييف. بزبط نستخدم الجهاز بالبيت مثلاً على اللوحة الرئيسية أو على أي جهاز بدنا نعرف كم بيستهلك طاقة، وبرضه بزبط نستخدمه بالمصانع عشان نعرف كم بيستهلك طاقة مثلاً لخط إنتاج. أنا وزملائي فزنا بمسابقة تميز لمشاريع التخرج، أخذنا المركز الأول. مشروعنا مرتبط بالإنترنت، بس عشان نطمن إنه حيضل المشروع أو الجهاز شغال دائماً وما يفصل في حال فصل عن النت، إحنا مزودينه بSD كارد اللي تقدر تخزن لنا البيانات، وبنفس الوقت رابطينه بشاشة اللي يقدر المستخدم يعمل مراقبة لإلها، فما يتأثر ولا ينقطع في حال صار أي انقطاع للإنترنت. وبرضه في حالة انقطعت الكهرباء بس عن هذا الجهاز، احنا حاطين له بطارية يلي يضله شغال في وقت، عشان نضمن انه كل اشي شغال لحد ما يوصل المسج للمستخدم ويروح يصلح المشكلة او يتواصل معنا عشان نساعده بتصليحها. المشروع اخذ منا سنة تقريبا شغل. من الصعوبات اللي كنا نواجهها انه ما كنا نقدر نسيطر بين دراستنا والشغل على هذا المشروع، وعشان كان لازم نربط بين دراستنا النظرية بالجامعة ونربطها برضو مع الشغل العملي والاشياء العملية اللي عملناها بالمختبر تبعنا بالجامعة. ما كنا متوقعين انه نفوز بهاي الجائزة، بس الحمد لله دكاترتنا كانوا بدعمونا من اول يوم بدينا فيه، دكتور زكريا دلالعة ودكتور اسامة سعادة ومهندس باهر ابو صباح، كانوا معنا بكل لحظة. احنا كطلاب اردنيين كان اكثر حافز واكثر اشي لنا بشجعنا انه نقدر نعمل اشي اللي نقدر نراقب فيه جودة الطاقة تبعتنا، الباور كواليتي عنا بالبلد، فهذا كان اكثر حافز بشجعنا. بنفس الوقت كنا عارفين ايش اهداف البلد لقدام من ناحية الكهرباء والطاقة، وقدرنا نعمل اشي بدعم اهداف الامم المتحدة للاستدامة. وإحنا طبعاً بنشجع كل الطلاب وكل حدا إنهم يعملوا هيك أفكار ويعملوا هيك مشاريع بتدعم البلد وبتدعمنا كلنا كمان.